السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم عن مادة التأمينات الأشخاص. وزي ما احنا فاكرين الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الوحدة الأولى واتكلمنا عن أساسيات التأمين على الأشخاص، واتكلمنا عن قلنا أخطار الحياة، قلنا إن هو فقد الدخل وانخفاض الدخل، واتكلمنا عن أنواع التأمين أو وثائق التأمين. قلنا فيه وثائق تأمين ممتلكات وفي وثائق تأمين على الأشخاص، واتكلمنا عن ان هو انواع الوثائق التامين على الاشخاص. قلنا ان هما نوعين اللي هو الشعبي والعاديه، وقلنا ان العاديه دي بتنقسم الى او الفردي والجماعي. والفردي والجماعي ان الفردي ده بينقسم الى نوعين اللي هو الشعبي والعادي، وهناخد العادي ده اللي هو بينقسم الى 3 انواع من الوثائق اللي هي الوفاه والحياه والمختلط. واتكلمنا عن اللي هو الوحدة التانية، اتكلمنا عن الشروط العامة لوثيقة التأمين للتأمين على الحياة، واتكلمنا الشروط دي مهلة السداد، وقلنا ان مهلة السداد دي بندي مهلة سداد لسداد الأقساط مثلا، بتبقى مهلة سداد للأقساط بتبقى في المصرية، بتختلف من الوثيقة المصرية للوثيقة الأمريكية. الوثيقة المصرية 30 يوم، أما الوثيقة الأمريكية بتكون 31 يوم. وقلنا في الشروط برضك إعادة السريان، ممكن إن أنا أعيد سريان الوثيقة، يجوز إن أنا أعيد سريان الوثيقة، بس طبعا إيه ما ينفعش إن أنا أعملها. وخدنا تاني اللي هو عدم المنازعة، ودي من الشروط. هنبدأ النهاردة حلقتنا اللي هي الوحدة الثالثة اللي هو وثيقة التأمين المؤقت الفردي. وثيقة التأمين المؤقت الفردي ان هي بتتعهد شركة التأمين بتعويض المؤمن له. يبقى هنا شركة التأمين هي بتتعهد شركة التأمين ان هي هتعوض المؤمن له. طب هتعوضه على ايه؟ هتعوضه عن الخسائر او الاضرار اللي هي بتحصل. طب هي ايه اصلا؟ لان دي وثيقة التأمين المؤقت الفردي، ان الشخص ده ايه؟ هيتوفى. يبقى مين اللي هيستفيد؟ اللي هم المستفيدين، ان انا هدي مبلغ التأمين للمستفيدين علشان الشخص ده اللي انا مأمن عليه او هو عامل وثيقة التأمين ليه، ان هم المستفيد هو اللي هي ياخد مبلغ التأمين. طب هنيجي نشوف مع بعض على الشاشة اللي هو مفهوم التأمين على الحياة المؤقت، ان هو بيقدم حماية تأمينية ضد خطر الوفاة، لان دي وثيقة التأمين المؤقت، يبقى هنا بتقدم حماية تأمينية ضد خطر الايه؟ الوفاة، خلال فترة زمنية محدودة. ويلتزم المؤمن بدفع، ان انا المؤمن ده بيلتزم اللي هي شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين المستحق للمستفيد اذا حدثت وفاة المؤمن عليه أثناء مدة التأمين، مقابل التزام المؤمن عليه بدفع الأقساط الواجبة في مواعيدها المقررة. هنا الشروط الخاصة بالتأمين على التأمين المؤقت، أنا عندي في الشروط أول شرط من الشروط اللي هي شرط التجديد. هنا بيعطي الحامل الوثيقة الحق في تجديدها بغض النظر عن التغيير في الحالة الصحية أو المهنية للمؤمن عليه لمدة غالبا تساوي مدة الوثيقة الأصلية، أو بمعنى آخر إمكانية تجديد الوثيقة دون تقديم دليل القابلية للتأمين. يبقى هنا الحامل الوثيقة اللي هي وثيقة التأمين المؤقت لحاملها من حقه إن هو تجديد الوثيقة. تاني حاجة شرط التحويل، إعطاء الحق لحامل الوثيقة المؤقتة بتحويلها إلى وثيقة تأمين أخرى عادة لمدى الحياة أو المختلط. يبقى هنا عادة إن هي بتكون مدى الحياة أو مختلط، وذلك وفق شروط معينة بغض النظر عن التغير في الحالة الصحية أو المهنية للمؤمن عليه. يبقى هنا زي ما احنا اتفقنا اللي هو مفهوم وثيقة التأمين المؤقت، قلنا ان وثيقة التأمين المؤقت دي بتتعهد ان هي تدفع تعويض للمؤمن عليه، طب مقابل اللي هو المستفيد، بتدفع للمستفيد مقابل ان المؤمن عليه ده بيبدأ يدفع اللي هو الأقساط. هنا شركة التأمين بتدي مبلغ التأمين للمستفيد أثناء لو الشخص اللي هو مؤمن عليه توفى، هنا شركة التأمين تبدأ ان هي تدي مبلغ التأمين للمستفيدين.
طب قلنا هنا الشروط اللي هنا عندي كام شرط؟ هما شرطين، اللي هو شرط التجديد وشرط التحويل. شرط التجديد من حق حامل وثيقة التأمين المؤقت ان هو يجدد الوثيقة، وهنا في شرط التحويل من حق شركة، من حق اللي هو صاحب وثيقة التأمين المؤقت ان هو يحول الوثيقة من وثيقة تأمين مؤقت الى وثيقة ايه، مدى الحياة مثلا. يبقى هنا من حقه ان هو الحامل الوثيقة ان هو يحول الوثيقة من وثيقة تأمين مؤقت الى وثيقة تأمين مدى الحياة. أخذنا التعريف وأخذنا الشروط، هنبدأ ناخد أنواع الوثائق التأمين المؤقت. أنواع وثائق التأمين المؤقت عندي وثيقة التأمين المؤقت قصير الأجل، وثيقة التأمين المؤقت اللي هي طويلة الأجل أو محددة نسبيا، طويلة نسبيا. عندي اللي هي القيمة المتزايدة، ووثيقة التأمين المؤقت متناقصة القيمة ومتزايدة القيمة. وعندي اللي هي وثيقة التأمين المؤقت القابل للتجديد، وثيقة التأمين المؤقت القابل للتحويل، ووثيقة التأمين المؤقت القابل للتجديد والتحويل. يبقى أنا عندي كام نوع من الوثائق التأمين المؤقت؟ هما 7. طب هنيجي نشوفهم على الشاشة ونشوف كل نوع من الأنواع دي وكل تفصيل أو كل نوع ليها تفصيلة إزاي. أول نوع اللي هي وثيقة التأمين المؤقت قصير الأجل. هذه الوثيقة عادة ما تكون بمبالغ ثابتة وأقساط متساوية، وتتراوح مدة هذه الوثائق بين عدد محدود من الدقائق أو الساعات وعدد محدود من السنوات. تنتهي هذه الوثيقة بانتهاء مدتها ما لم تكن قابلة للتجديد أو التحويل أو كليهما معا. يبقى هنا الوثيقة دي اللي هي التأمين المؤقت قصير الأجل، إن هي عادة بتكون مبالغها ثابتة وأقساطها إيه؟ متساوية. النوع الثاني من الوثائق اللي هي وثائق التأمين المؤقت ذات المدة الطويلة النسبية. هنا بتكون المدة دي أو الوثيقة دي بتشمل وثائق التأمين المؤقت اللي بتصدرها لمدة 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة، أي لمدة طويلة نسبية. والوثائق دي بتغطي حياة الفرد الإنتاجية، وأخيرا وثيقة تأمين مؤقت لتوقع الحياة. يبقى هنا زي ما احنا اتفقنا ان انا عندي انواع وثائق التأمين، اول وثيقة اللي هي وثيقة التأمين قصيرة الاجل. وثيقة التأمين قصيرة الاجل دي بتكون مدد قليلة او صغيرة. اللي هنا وثيقة التأمين المؤقت ذات المدد طويلة نسبيا هي وثيقة تأمين، بتكون الوثيقة التأمين المؤقت بتصدر لمدة كام؟ 10 سنوات او 20 سنة او 30 سنة، وبكون طويلة نسبيا. هنا الوثيقة الثالثة اللي هي وثيقة التأمين المؤقت المتزايدة قيمة. يعني ايه متزايدة القيمة؟ ان هي بتعطي الحق في رد الاقساط او دفع قيمة التصفية او احتياطي الوثيقة الى جانب مبلغ التأمين الاصلي في حالة الوفاة قبل سن معين. يبقى هنا بتعطي حق في رد الاقساط، ان انا ينفع ان انا ارد القسط او دفع قيمة التصفية او الاحتياطي الوثيقة الى جانب مبلغ التأمين الاصلي في حالة الوفاة قبل سن معين. تعتبر الزيادة في مبلغ التأمين بمثابة ملحق للوثيقة، يعني تعتبر ان هي دي حاجة ملحقة للوثيقة الاصلية على الرغم من عدم ظهورها بصورة منفصلة. وهذا النوع من التأمين بيصلح لمواجهة ايه؟ ان التأمين ده يصلح لمواجهة ايه؟ خطر التضخم وما يتبعه من ارتفاع في اعباء المعيشة وزيادة في مصروفات الوفاة كنتيجة لانخفاض قيمة النقود. دي كانت الوثيقة المتزايدة القيمة. يبقى احنا خدنا كم وثيقة دلوقتي؟ خدنا وثيقة التأمين اللي هي قصيرة الأجل، وقلنا ان هي قصيرة الأجل دي بتكون في زمن محدد او سنوات قليلة او محدودة. اما في وثيقة التأمين طويلة الأجل او محدودة نسبيا او طويلة نسبيا، دي بتكون ذات محدودة نسبيا او طويلة نسبيا، بتكون مددها طويلة اللي هي 10 او 20 او 30 سنة. واتكلمنا عن اللي هي متزايدة القيمة، قلنا ان وثيقة التأمين متزايدة القيمة
وهنا المتزايدة القيمة دي بتكون بتعطي الحق في رد الأقساط لو الشخص ده توفى قبل سن معين، وهما بتكون متحددة في الوثيقة. وبعد كده قلنا اللي هي وثيقة التأمين المؤقت المتناقص القيمة، المتناقص الايه القيمه. وهنا متناقصه القيمه دي اللي هي رابع وثيقه، ان هي بتقول عاده ما تشترى لمده تتراوح من كام، من بين 10 ل 20 ايه سنه. وهنا 10 ل 20 سنه وبقسط متساوي، القسط بتاعي بيكون متساوي. طب هنا بتكون متساوي، بتستخدم الوثيقه دي عشان اعمل ايه؟ عشان اقدم حمايه تامينيه. بقدم حمايه ايه تامينيه؟ واحنا متفقين ان انا في تامينات الاشخاص ان هي بتبقى حمايه تامينيه، لان الشخص هنا مش بيتعوض عليه، فانا بعمل له حمايه تامينيه، بديله مبلغ التامين للمستفيد. فهنا في اللي هي متناقصه القيمه اللي بتكون عاده بين 10 ل 20 سنه، وبيكون القسط بيكون ايه متساوي. اللي احنا شفنا اهو بتستخدم هذه الوثيقه عشان اقدم حمايه تامينيه في حاله الاقتراض او المديونيه بصفه عامه، وفي حاله الحاجه الى حمايه تامينيه متناقصه، يعني انا لو انا محتاجه الحاجه دي بيكون متناقصه بصفه ايه، بصفه خاصه. وبيعتبر هذا التامين مناسب لصغار السن. يبقى هنا المتناقص القيمة اللي هي وثيقة تأمين متناقصة القيمة دي بتكون مناسبة جدا لصغار السن، بتكون مناسبة جدا لصغار الايه السن ومحدود الدخل الذين يعانون اطفال صغار. يبقى هنا الوثيقة دي تخص مين، او بتكون مناسبة لمين؟ لصغار السن ومحدود الايه محدود الدخل. واتكلمنا ان هنا ان وثيقة التأمين المؤقت متناقصة القيمة بتتراوح بين 10 ل 20 ايه 20 سنة، وبيكون القسط ايه متساوي. هناخد اللي هنا النوع الخامس او النوع اللي بعد كده اللي هو التأمين المؤقت القابل للتجديد. التأمين المؤقت القابل للتجديد زي ما احنا اتفقنا ان اي وثيقة التأمين المؤقت من حقها او في شرط من الشروط اللي هو شرط التجديد، ان انا بجدد ان انا اقدر ان انا تجديد الايه الوثيقة. هنا بيقول لك هنا التأمين المؤقت القابل للتجديد ان وثيقة ذات مبالغ ثابتة واقساط متساوية، يبقى هنا اقساط متساوية ومبالغ ثابتة خلال كل مدة تأمينية، وعند كل تجديد بيزداد القسط طبقا لسن المؤمن ايه عليه بغض النظر عن حالته الصحية في وقت الايه التجديد. النوع اللي بعد كده اللي هو التأمين المؤقت القابل للتحويل. هنا تتيح وثيقة او وثائق التأمين المؤقت القابل للتحويل للمؤمن له الحق في تحويل، من حقه ان هو يحول وثيقته الى وثيقة ادخارية زي ايه اللي هي مدى الحياة او المختلط بغض النظر عن حالته الصحية وقت التحويل، ولكن بشرط ان يتم التحويل الوثيقة خلال مدة معينة. المدة المعينة دي بتكون موجودة في الوثيقة. هنا التأمين القابل للتجديد والتحويل اللي هي تعتبر الوثيقة القابلة للتجديد والتحويل هي الاكثر مناسبة لظروف المجتمع المصري ذو الدخل الايه المحدود. يبقى هنا احنا خدنا كام نوع من انواع الوثائق التأمين المؤقت، قلنا ان هم 7. طب نقولهم مع بعض كده، اللي هي وثيقة التأمين قصيرة الاجل، وثيقة التأمين المؤقت طويلة نسبيا، هنا وثيقة التأمين المؤقت متناقصة القيمة، وثيقة التأمين المؤقت متزايدة القيمة، وثيقة التأمين المؤقت اللي هي قابلة للتجديد اللي هي قابلة للتحويل، وآخر حاجة وثيقة التأمين المؤقت القابلة للتجديد والتحويل. كده احنا خدنا انواع الوثائق التأمين الايه المؤقت. هنيجي بعد كده النقطة اللي بعد كده اللي هي أهمية التأمين المؤقت. للتأمين المؤقت ليه أهمية؟ طبعا ليه أهمية. الأهمية أول حاجة انخفاض أقساط التأمين المؤقت بالنسبة للتأمينات الاستثمارية ومرونتها في حالة احتوائها على حق التجديد والتحويل عند الحاجة إلى امتداد الحماية التأمينية أو الرغبة في الحصول على وثيقة إيه استثمارية.
استخدامات التأمين المؤقت ليه استخدامات؟ ليه استخدامات التأمين المؤقت؟ أول استخدام يستخدم التأمين المؤقت القابل للتجديد في حالة الحاجة إلى حماية تأمينية لفترة محدودة. لو أنا عاوزة أن أنا أعمل حماية تأمينية لفترة محدودة يبقى أنا باخد التأمين المؤقت القابل للتجديد. يفضل عند استخدام أو عند إنشاء مشروعات جديدة تتسم بالمضاربة. دي يفضل ان انا استخدم التأمين المؤقت، ان انا لو انا بعمل انشئ مشروعات جديدة وان هي بتتسم بالمضاربة. النقطة اللي بعد كده، بيستخدم التأمين المؤقت مع حق التجديد والتحويل في حالة الحاجة الى حماية دائمة. لو انا عاوزة حماية دائمة حتى يتحسن الوضع المالي للمؤمن لهم. النقطة اللي بعد كده، ان هو بيستخدم التأمين المؤقت المتناقص في حالة الحاجة إلى قروض أو مديونيات تستهلك بمعدلات معينة. يستخدم التأمين المؤقت في عمليات البيع الأجل والبيع بالتقسيط. هنا النقطة اللي بعد كده، بيستخدم التأمين المؤقت المتزايد في فترات وجود تضخم. يبقى هنا ممكن تجيلك صح وغلط. يستخدم التأمين المؤقت المتزايد في فترات وجود تضخم، دي صح. طب لو قالك متناقص يبقى هنا خطأ. تستخدم ملاحق التأمين المؤقت الوثائق الاستثمارية خاصة في فترة إعالة الأطفال وتعليمهم حتى يمكنهم الاعتماد على أنفسهم. الوحدة الرابعة، يبقى احنا كده أخدنا وثيقة التأمين المؤقت الفردي، وقلنا إن وثيقة التأمين المؤقت الفردي دي بتأمن على الشخص علشان لو حصل وفاة لازم وفاة. طب لو حصل عجز، هل دي تبقى وثيقة تأمين مؤقت؟ لأ، هي وثيقة التأمين المؤقت هي بتعمل بتأمن على الشخص لو هو توفى عشان تدي مبلغ التأمين للمستفيدين، تعمل له حماية تأمينية للأسرة أو للمستفيد. ده يبقى هنا تأمين المؤقت. هنيجي في الوحدة الرابعة اللي هو تأمين على الحياة، المدى الحياة. هنا تأمين على مدى الحياة مفهوم وطبيعة وثيقة التأمين لمدى الحياة. تضمن وثيقة التأمين لمدى الحياة دفع مبلغ التأمين المحدد بها للمستفيد أو المستفيدين في حالة اللي هي مدى الحياة، وفاة المؤمن عليه أو عند بلوغ السن التي ينتهي عندها جدول الحياة. يبقى هنا مدى الحياة، مدى الحياة، وثيقة مدى الحياة هي بتختلف عن وثيقة التأمين المؤقت. بتختلف. بتختلف ايه؟ ان مدى الحياة والمؤقت الاتنين زي بعض، ان انا بعمل لو الشخص ده توفى في حالة الوفاة. طب في المدى الحياة بيعمل ايه؟ ممكن ان انا الشخص ده تفضل اديله مبلغ التأمين، او انا اعوضه او اديله حماية تأمينية حتى لو هو فضل على قيد الحياة. يبقى انا بعمل في حالتين في مدى الحياة، يا اما توفى في حالة الوفاة، يا إما فضل على قيد الحياة لمدة معينة أو سن معين على حسب ما موجود في جدول الحياة. يبقى عرفنا الفرق بين وثيقة التأمين المؤقت ووثيقة التأمين مدى مدى الحياة. هنشوف كده على الشاشة بعد كده. هنا بيقولك ينتهي جدول الحياة عند سن 100. يعني الشخص ده لو فضل على سن 100 شركة التأمين بتبقى تعوضه، ومع ذلك يستحق مبلغ التأمين في جميع وثائق التأمين مدى الحياة عند بلوغ المؤمن عليه سن كام؟ 85، ما لم تحدث وفاته قبل قبل ذلك. يبقى هنا جدول الحياة عند سن كام؟ 100. بس هنا ما فيش مشكلة لو هو عمل لو هو فضل عايش لحد 85، شركة التأمين هتعوض عليه. وطالما تعتبر المطالبة بمبلغ التأمين مؤكدة سواء في حالة الوفاة أو استحقاق الوثيقة، فإن المؤمن يجب أن يحصل على أقساط وفوائد كافية لدفع تلك المطالبات. ويعتبر ذلك تفسيرا مبدئيا لضرورة زيادة أقساط وثيقة التأمين لمدى الحياة عن أقساط التأمين المؤقت. ليه بقى لو انتوا شطار كده وتقدروا تجاوبوني، ليه أقساط التأمين مدى الحياة أكبر من وثائق التأمين المؤقت؟ ليه؟ اهو هقول تاني سؤال، ليه وثيقة التأمين أقساط التأمين المؤقت أقل من أقساط التأمين مدى الحياة؟ ليه بقى؟
شطار، انا سامعاكم بتقول ان هنا الاقساط التامين المؤقت لازم تكون قليله، لان هو بيعمل على في حاله الايه الوفاه، لو الشخص ده توفى هبدا ان انا ايه ادي مبلغ التامين او اعمل حمايه تامينيه للشخص في حاله الايه الوفاه. اما في وثيقه تامين مدى الحياه قلنا ان هما بيعمل في الحالتين، في الحالتين لو الشخص توفى او الشخص فضل على قيد الحياه فانا بعمل حمايه تامينيه في حالتين، فكده اقساط التامين بتكون مرتفعه او تكون اكبر من اقساط التامين اللي ايه المؤقت. طيب هنشوف بعد كده على الشاشه انواع وثائق التامين لمدى الحياه. اولا من حيث سداد الاقساط، عندي من حيث سداد الاقساط هم ثلاث انواع: وثيقه تامين مدى الحياه بقسط واحد، وثيقه تامين مدى الحياه باقساط مدى الحياه، وثيقه تامين لمدى الحياه باقساط محدود. هناخد كل قسط او كل وثيقه ونشرحها بالتفصيل. هناخد اول وثيقه اللي هي وثيقه تامين مدى الحياه بقسط واحد. وثيقة التأمين لمدى الحياة بقسط واحد، الوثيقة دي بتشتري مقابل سداد قسط ايه واحد، ان انا هسدد قسط واحد فقط عند بداية سريان الوثيقة، وبالطبع يكون القسط كبير نسبيا، وفي حالة احتياج المشتري الى مبلغ تأمين كبير نسبيا قد يكون القسط الواحد كبير بدرجة تجعل العميل غير قادر على شراء الوثيقة، ولذلك تعتبر هذه الطريقة غير عملية وبل وغير مرغوبة من جانب طالب الايه التأمين. يبقى هنا وثيقة التأمين لمدى الحياة بقسط واحد يعني ايه؟ هنا في شركة التأمين بيبقى فيه وثائق تأمين، فهنا في الوثائق ان انا ممكن ادفعها كل مثلا 6 شهور، كل سنة بحدد الاقساط بتاعتي بتكون متساوية و فهنا في القسط ده بيقول لك لا، هو قسط واحد بس من ساعة ما أنا بدأت الوثيقة لحد ما تنتهي أنا هدفع قسط واحد بس. فطبعا القسط ده بيكون مرتفع جدا، يعني كده العميل أو اللي هو المؤمن عليه ده ما بيقدرش يسدد القسط، لأن هو بيبقى مبلغ ضخم أو مبلغ كبير، فهي الوثيقة دي ما بتكونش عملية، وما بتلاقيش إن في ناس كتيرة تقدر إن هي تاخد الوثيقة دي، أو إن هي مش مقبل عليها عدد من العملاء إن هم ياخدوا الوثيقة دي. فهي اصلا لان هي بتكون مرتفعه، لان هو قسط واحد بدفع قسط واحد من ساعه ما بدات كتبت الطلب واتعمل الوثيقه بدفع القسط وخلاص على كده لمده الوثيقه لحد ما تنتهي بدفع قسط واحد، فهو القسط ده بيبقى مرتفع جدا. فطبعا في ناس كتيره ما بتقدرش ان هي تدفع القسط ده، فطبعا هتلاقي الاقبال عليه بيكون منخفض. طب هناخد النوع الثاني من الوثائق اللي هي وثائق التامين لمدى الحياه باقساط مدى الحياه. هذه الوثائق بتشترى مقابل سداد أقساط ثابتة أو متساوية، ويستمر دفعها طالما كانت الوثيقة سارية أو طالما كان المؤمن عليه على قيد الحياة، ويطلق على هذه الوثيقة أيضا وثيقة مدى الحياة بقسط متساوي أو بقسط ثابت، أو وثائق التأمين لمدى الحياة العادي. بيتميز هذا النوع من التأمين بمرونته الكبيرة، حيث يقدم حماية دائمة بأقل قسط ممكن. يبقى دي عكس الايه اللي هي الأولانية اللي هي قسط واحد، دي انا ببقى عاملة الوثيقة دي بأقساط ثابتة ومتساوية، دي بتستمر ان انا اقعد ادفع الأقساط دي طالما ان الوثيقة ايه سارية، او طالما ان هنا المؤمن عليه على قيد الايه الحياة. النوع الثالث وثائق التأمين لمدى الحياة بأقساط محدودة. هنا بيكون هذه الوثيقة تقع بين الوثائق ذات القسط الواحد والوثائق ذات الأقساط المستمرة لمدى الحياة من حيث عدد الأقساط المطلوب سدادها، حيث تدفع الأقساط في ضوء وثيقة مدى الحياة بأقساط ايه محدود. وبتعتبر الوثيقة دي مناسبة لمن يرغبون في الحصول على حماية لمدة طويلة نسبيا أو لمدى الحياة، ولا يرغبون في دفع أي أقساط بعد انخفاض أو توقف مرتباتهم أو أجورهم كنتيجة للإيه للتقاعد. كده احنا خدنا الثلاث وثائق، هناخد هنا بعد كده من حيث طبيعتها، من حيث إيه طبيعتها. طب من حيث طبيعتها بتنقسم إلى كم أقساط أو كم وثائق؟ عندي 4 وثائق،
وثائق متغيرة الأوكسيد، وثائق تأمين تغطي أكثر من فرد، وثائق تأمين على الحياة المؤجل، ووثائق متغيرة القيمة. هناخد أول وثيقة اللي هي وثيقة أو وثائق متغيرة الأوكسيد. هي وثائق التأمين لمدى الحياة بأوكسيد متدرجة، وهنا الوثيقة بتتزايد أوكسيدها كل سنة خلال الفترة الأولى للوثيقة اللي هي 5 سنوات عادية، وبعد ذلك بتكون الأوكسيد دي ثابتة أو متساوية حتى وفاة المؤمن عليه أو بلوغ سن الاستحقاق. تاني حاجة ان هنا في الوثيقة المتغيرة الأوكسيد ان تعتبر الوثيقة دي مناسبة في حالة الحاجة الى حماية دائمة كبيرة مع عدم القدرة على تحمل الأوكسيدات العادية اللي هي وثيقة التأمين لمدى الحياة. يبقى هنا الوثائق المتغيرة الأوكسيد دي هي بتكون أوكسيد متدرجة، وان الأوكسيد دي بتتزايد أوكسيدها كل سنة خلال الفترة الأولى للوثيقة اللي هي 5 سنوات عادة. الوثيقة الثانية اللي هي وثيقة التأمين التي تغطي أكثر من فرد. هنا بيستحق مبلغ التأمين لهذه الوثيقة في حالة ان الوثيقة التأمين بتغطي أكثر من فرد. في حالة الوفاة أي فرد من الأفراد المؤمن عليهم في الوثيقة، هنا بتسمى الوثيقة في هذه الحالة وثيقة تأمين أول وفاة. أما في حالة وفاة آخر فرد من الأفراد المؤمن عليهم بالطبع بعد وفاة المؤمن عليهم جميعا، تسمى الوثيقة في هذه الحالة وثيقة تأمين آخر باق. وعادة ما يكون هناك حد أقصى لمبلغ التأمين التي تشمله هذه الوثيقة. يبقى هنا أنا عندي كم وثيقة اللي هي وثيقة تأمين أول ووثيقة تأمين آخر باق، اللي هما الوثيقتين دول أن أنا ممكن أن أنا أعمل لمجموعة من الأفراد في الوثائق. طيب لو الشخص او اللي توفى او الاول الشخص اللي توفى في الاول، يبقى دي اسمها وثيقه تامين اول الاول. يعني هنا عندي مجموعه من الاشخاص او مجموعه من الافراد هم متامن عليهم او عامل وثيقه بمجموعه من الافراد دول. فعندي لو الشخص اول شخص توفى دي اسمها وثيقه تامين اول. طيب لو انا عملت وثيقة تانية اللي هي اخر، يعني كل الناس يكون كل الافراد توفوا لاخر فرد، يبقى دي اسمها وثيقة تأمين اخر بوك. فدي على حسب، عندي نوعين من الوثائق وعلى حسب ان احنا بنحددها في الوثائق. النوع الثالث بقى من الوثائق وثائق التأمين على الحياة المؤجلة، وبالطبع تكون الأقساط السنوية المطلوبة لشراء وثيقة من هذا النوع أقل من الأقساط المتساوية لوثيقة مدى الحياة العاجلة التي يبدأ سريان الحماية التأمينية بها من تاريخ الإصدار وسداد القسط الأول، ويزداد الفرق بين الأقساط المطلوبة للوثيقة المؤجلة وتلك المستحقة لوثيقة المماثلة عاجلة كلما طالت مدة التأجيل. ويرجع السبب في ذلك لعدم تقديم ان انا ما بقدمش الوثيقة المؤجلة لاي حماية تأمينية خلال فترة التأجيل. يبقى هنا ان الاقساط السنوية المطلوبة لشراء وثيقة من هذا النوع هي اقل من الاقساط المتساوية لوثيقة مدى الحياة العاجلة. النوع اللي بعد كده اللي هي الوثيقة وثائق المتغيرة القيمة. وثائق المتغيرة القيمة لأن القيمة بتتغير، هنا بتضمن للمستفيد في حالة وفاة المؤمن عليه مبلغ التأمين يتغير من وقت لآخر اعتمادا على خبرة الاستثمارات المخصصة لهذا الغرض، وبالتالي تتغير قيمة التصفية أيضا لتعكس هذه الخبرة. إما في حالة بلوغ المؤمن عليه سن استحقاق الوثيقة فإنه يحصل على مبلغ التأمين، يعني أنا بيحصل على مبلغ التأمين الذي يتحدد طبقا للخبرة الاستثمارات المنفصلة. وقد ظهرت الحاجة إلى الوثائق المتغيرة القيمة، القيمة بتتغير على حسب قلنا على حسب خبرة الاستثمارات التي ترتبط بالأسعار للحد من آثار التضخم على مبالغ التأمين الثابتة، وبصفة خاصة بالنسبة للتأمينات الطويلة الأجل مثل التأمين لمدى الحياة. الوثيقة اللي بعد كده
هي برضك الوثيقة المتغيرة القيمة هي بتضمن المستفيدين في حالة الوفاة المؤمن عليه مبلغ الايه التأمين بيتغير وقت لآخر اعتماد على الخبرة الايه الاستثمارات. هناخد بقى في مقارنة بين التأمين المؤقت والتأمين لمدى الحياة. لو احنا من الشرح كده اللي احنا خدناه لو احنا هنفتكر هنعرف ان في مقارنه اكيد او في فرق بين التامين المؤقت والتامين مدى الحياه، واحنا لسه قايلينه اصلا ان التامين المؤقت ده بعمل حمايه تامينيه على الحياه على الوفاه، ان الشخص ده توفى فانا بعمل حمايه تامينيه عشان لو الشخص ده توفى بقدر ان انا ادي للمستفيد مبلغ التامين. اما في مدى الحياه، مدى الحياه ده بيبقى ايه حاجه مؤكده مؤكدة الحدوث، يعني الشخص ده توفى أو فضل على قيد الحياة هو بياخد مبلغ التأمين. أما في الشخص التاني لو هو ما توفاش خلال مدة التأمين يبقى كده هنا شركة التأمين إيه مش هتديه، يبقى هنا مبلغ التأمين مش مؤكد. أما في مدى الحياة هو مؤكد لإيه الدفع. طب هنيجي نشوف هنا على الشاشة المقارنة التأمين المؤقت والتأمين لمدى الحياة. في التأمين المؤقت هنا بيوفر حماية تأمينية ضد خطر الوفاة خلال فترة معينة إلى جانب استثمار فرول إيه الأقساط. أما في التأمين لمدى الحياة بيحتوي على قيمة ادخارية بالإضافة إلى الحماية التأمينية الإيه الدائمة. طب بالنسبة للتأمين المؤقت، في اذا كان هنا في التأمين المؤقت بيبقى هنا اذا قام المؤمن له بتصفية الوثيقة، لو انا صفيت الوثيقة لا يحصل على اي شيء لعدم وجود قيمه ايه ادخاريه. اما في التامين لمدى الحياه اذا قام المؤمن بتصفيه الوثيقه فانه يحصل على قيمه التصفيه وهي اقل دائما من مبلغ الايه التامين. يبقى يعني هنا في التامين المؤقت لو عمل تصفيه هو المؤمن له ما بيحصلش على اي شيء. اما في التامين مدى الحياه هو لو حصل تصفيه بيحصل على قيمه التصفيه اقل من مبلغ الايه التامين. هنا التامين المؤقت بيحصل المستفيد على مبلغ التامين اذا حدثت وفاه خلال مده ايه معينه. اما في مدى الحياه هو بيحصل المستفيد على مبلغ التامين اذا حدثت وفاه المؤمن عليه او في اي وقت او بلوغ سن معين اللي هو الجدول. زي ما احنا قلنا ان الجدول السن الموجود 100 سنه بس لحد اتفقوا لحد 85 سنه ان هو ياخد مبلغ التامين. يبقى هنا في التامين المؤقت والتامين مدى الحياه وعرفنا الفرق بينهم وقلنا ان التامين المؤقت بيعمل حمايه تامينيه للشخص، اما في التامين ولو الشخص ده توفى بقدر ان اعمل حمايه تامينيه في حاله الوفاه. اما في التامين مدى الحياه بعمل اللي هي الادخاريه القيمه الايه الادخاريه. الباب الثاني اللي هو الباب الثاني اللي هو ايه انواع اخرى للتامين على الحياه. الوحده الاولى اللي هو التامين لحال الحياه والمختلط. هنا اولا الاخطار اللي بتهدد كل ذو الدخل اخطار الحياه ووثائق التامين. لو انتوا فاكرين احنا خدنا الاخطار اللي بتهدد ذو الدخل، ايه هي الاخطار اللي بتهدد ذو الدخل؟ احنا خدناها اللي هي الوفاه، خدناها في الحلقه اللي فاتت الوفاه والعجز والتقاعد طول العمر حتى نفاذ المال. اهو الاخطار اللي بتهدد كل ذو الدخل اخطار الحياه اللي هي وثائق التامين اللي هي الوفاه، الوفاه المبكر لمكتسب الدخل، العجز الناتج عن المرض او الحادث، التقاعد الاجباري او الشيخوخه، واخر حاجه طول العمر حتى نفاذ المال. هنا بيقولك إذا كانت وثائق التأمين المؤقت ووثائق التأمين مدى الحياة تعد من أهم الوثائق التي تغطي الأصالة المالية المترتبة على تحقق الخطر الوفاة. اللي هو إذا وثيقة التأمين المؤقت ومدى الحياة إن أنا بغطي على الأصالة المالية المترتبة على خطر الإيه الوفاة. فإن الأخطار الثلاثة الأخرى يمكن التأمين ضد الأصالة المالية المترتبة على تحقيق إيه؟ من خلال التأمين لحال الحياة ووثيقة التأمين الإيه الصحي.
هنا بتعتبر وثيقة تأمين الوقفية البحتة ووثيقة دفعات الحياة من أهم الوثائق اللي بتغطي الآثار المالية المترتبة على طول العمر. وثائق التأمين الحياة للحياة عندي نوعين، اللي هم وثيقة الوقفية البحتة ووثائق دفعات الحياة. يبقى عندي الوثائق التأمين لحال الحياة اللي هي الوقفية البحتة والدفعات الايه الحياة. هناخد اول وثيقة اللي هي الوثيقة الوقفية البحتة، وهي هي الوثيقة اللي بتضمن للمؤمن عليه مبلغ معين في حالة بقائه على قيد الحياة حتى نهاية مدة معينة. أما في حالة وفاته خلال مدة محددة بالوثيقة، فيلتزم المؤمن بدفع أي مبلغ، وتسمى هذه الوثيقة أحيانا بوثيقة رأس مال مؤجل، رأس المال الإيه؟ المؤجل. هنا بتعتبر الوثيقة دي عكس التأمين المؤقت، حيث إن هي بتغطي الأولى خلال الحياة خطر الحياة، بينما تغطي التانية خطر الوفاة خلال مدة معينة. فإذا ما تم إدماج الوثيقتين معا بنفس المبلغ ومدة التأمين، والوثيقة الناتجة منها تغطي خطر الحياة والإيه والوفاة معا، بتسمى هنا الوثيقة الإيه المختلطة. طيب يبقى هنا الوثيقة الوقفية البحتة، وثيقة الوقفية البحتة هي بتغطي الخطر الحياة. يعني هنا ايه؟ يعني انا هفضل اللي نفاذ طول العمر مثلا، انا هفضل لحد ما افضل لطول العمر، دي الوقفية البحتة ان انا بتعمل على الحياة، حياة الشخص ان انا هفضل طول الحياة، فهي بتأمن او بتعمل للحياة. اما في الوثيقة الوفاة دي بتكون اللي هي المؤقتة، بتكون الايه المؤقته. يبقى هنا وثيقه التامين المؤقته هي بتعمل حمايه تامينيه في حاله الوفاه، اما في الوقفيه البحته بتعمل على الحمايه، بتعمل على الحياه. يبقى زي ما كده هنشوفها مع بعض على الشاشه، اللي هي وثيقه الوقفيه البحته، اللي هي وثيقه بتضمن للمؤمن عليه مبلغ معين في حالة بقائه على قيد الحياة. يعني أنا هنا الوقفية البحتة أن أنا بضمن أن الشخص ده على قيد الحياة، على قيد الحياة يبقى هنا ده مبلغ الإيه؟ أقدر أن أنا أديله مبلغ التأمين لو هو فضل على قيد الحياة لمدة معينة، هي موجودة في وثيقة التأمين دي الوقفية البحتة. طب لو هو الشخص توفى، شخص توفى، يبقى دي اسمها وعاملة وثيقة اسمها وثيقة التأمين المؤقت. وهنا بتعتبر الوثيقة اللي هي الوقفية البحتة تعتبر الوثيقة عكس وثيقة التأمين الايه المؤقت، وان هي بتغطي الاخطار الحياة بينما تغطي الايه التانية الاخطار الايه الوفاة. النوع التاني اللي هي دفعات الحياة او المعاشات، وهنا دي الدفعات هي مجموعة مبالغ متساوية بتدفع على فترة منتظمة، وان الوثيقه دي هي عقد بيتعهد المؤمن بمقتضاه على دفع مبلغ او مبالغ منتظمه للمستفيدين، بشرط ان تكون ايه على قيد الايه على قيد الحياه. يبقى هنا الدفعه دي بتكون هي مجموعه مبالغ، دفعه الحياه هي بتكون مجموعه مبالغ متساويه بتدفع على فترات ايه منتظمه، وان الوثيقه دي هي عقد، الوثيقه دي بتعتبر عقد بيتعهد المؤمن بمقتضاه على دفع مبلغ منتظم للمستفيد، بشرط انه يكون على قيد الايه على قيد الحياة. يبقى زي ما احنا اتفقنا ان الوثيقة دي اللي انا بعملها على طلب العميل، ان الوثيقة دي تعتبر عقد بين شركة التأمين والمؤمن له. العقد ده بيلزم ان شركة التأمين هو المؤمن، يلزم ان هو يدي مبلغ التأمين للشخص لو فضل على قيد الحياة لمدة الوثيقة اللي هي موجودة عليها دي، اسمها ايه اللي هي وثيقة الدفعات الايه دفعات الحياة. طبعا كده ان احنا اخدنا، لو احنا فاكرين مع بعض، اخدنا التأمين المؤقت، وقلنا ان التأمين المؤقت ده بيكون على حال بيكون التأمين المؤقت ده في حالة الوفاة، وفاة الشخص ده، فانا ببدأ ان انا اعمل حماية تأمينية للشخص ده.
وقلنا في التأمين المؤقت لو احنا نفتكر بقى مع بعض التأمين المؤقت، قلنا أنواع التأمين المؤقت لو فاكرين. أنا عاوزة إن أنا أعيد تاني أنواع التأمين المؤقت علشان ده بيكون مهم جدا وبيجي في الامتحان معانا. فأنواع التأمين المؤقت قلنا إن هم إيه؟ التأمين المؤقت قصير الأجل، وتأمين المؤقت طويل نسبيا، ومتناقص القيمة ومتزايد القيمة، وعندي هنا قابل للتجديد وقابل للتحويل وقابل للتجديد والايه والتحويل. وقلنا ان هنا القصير وثيقة التأمين قصيرة الأجل ان هي بتكون مدة محددة وفي زمن محدد، فهي بتكون قصيرة المدة. اما من اسمها كده قصيره يبقى هنا محدده القيمه وتكون في زمن معين والدفعات بتكون صغيره. اما في طويله الاجل بيكون على سنوات، مثلا بيكون المده 10 ل 20 ل 30 سنه، دي في طويله الاجل. وعندي هنا متناقصه ومتزايده القيمه، وعندي اللي هي قابله للتجديد، ان هنا الوثيقه قابله للتجديد ان انا اقدر ان انا اجددها. لو هي انتهت ممكن ان انا اجدد الوثيقه قبل ما تنتهي، نقدر ان احنا نجدد الوثيقه. وفي قابله للتحويل ان انا اقدر ان انا احولها الوثيقه التامين المؤقت الى تامين التامين المؤقت الى تامين مدى الحياه او المختلط. واتكلمنا عن وقابله للتجديد والتحويل ان انا اقدر ان انا اجدد واحول الوثيقه، وزي ما اتفقنا ان وثيقه التامين المؤقت ممكن ان انا احولها لوثيقه مدى الحياه والمختلط. لو احنا بردك هنا نتكلم بردك على اللي هي اعيد تاني اللي هي الدفعات او الاخطار اللي بتهددها. هنا الوثائق التأمين لحال الحياة، وثائق التأمين لحال الحياة ان هي قلنا ان انا عندي وثيقتين اللي هي وثيقة الوقفية البحتة ووثائق الدفعات الحياة اللي هي المعيش. هنتكلم عن اللي هي وثيقة اللي هي الوقفية البحتة. قلنا ان وثيقة الوقفية البحتة دي هي بتضمن للمؤمن عليه مبلغ معين في حالة بقائه على قيد الحياة. يعني ايه هنا الوقفيه البحته؟ ان انا الشخص ده او المؤمن عليه ده ان هو هديله مبلغ التامين اذا فضل على قيد الحياه، اذا فضل على قيد الايه؟ على الحياه حتى نهايه مده معينه، اما في حاله وفاته خلال مده محدده بوثيقه فلا يلتزم المؤمن بدفع اي مبلغ. يعني هنا لو الشخص ده توفى في مده فلا يلتزم المؤمن بدفع اي ايه؟ مبلغ. انا عندي هنا في الوقفيه البحته ان هو يفضل على قيد الايه؟ على قيد الحياه. اما لو هو في حاله الوفاه هي شركه التامين او المؤمن ما بيدفعش اي مبالغ. وهنا بتسمى اوقات ان هي بتسمى راس المال الايه؟ المؤجل. طبعا هنا بتعتبر الوثيقه دي عكس وثيقه التامين المؤقت، عكس التأمين الايه؟ المؤقت. يبقى هنا التأمين المؤقت عكس التأمين اللي هي الوقفية البحتة، الاتنين عكس بعض، المؤقت والوقفية البحتة. المؤقت دي ان احنا قلنا ان انا بعمل حماية تأمينية على الشخص في حالة الوفاة، اما التأمين الوقفية البحتة ان انا بعمل حماية تأمينية لو الشخص فضل على قيد الحياة. على قيد الحياة لو هو فضل على قيد الحياة هنا شركة التأمين بتديله مبلغ الايه؟ التأمين المتفق في الوثيقة. اما في التأمين المؤقت هي شركة التأمين بتدي للمستفيد مبلغ التأمين اذا توفى الشخص في اثناء مدة التأمين او في الوثيقة. طيب هنا بيقول لك ايه تاني بعديها؟ تعتبر ان الوثيقة دي عكس وثيقة التأمين المؤقت، تمام عملناه، حيث ان هي بتغطي الاولى خطر الحياة بينما بتغطي التانية خطر الايه؟ الوفاة خلال مدة ايه؟ خلال مدة معينة. فاذا تم ادماج الوثيقتين معا بنفس مبلغ التأمين، لو انا دمجت الاتنين بقى معا في نفس مبلغ التأمين ومدة التأمين، فالوثيقة الناتجة عنها بتغطي خطري اللي هي الحياة والوفاة، دي بتسمى التأمين الايه؟ المختلط. يبقى تاني
نعيد تاني اهو، ان انا عندي الوثيقتين، وثيقه التامين المؤقت والتامين اللي هي الوقفيه البحته. التامين المؤقت قلنا ان انا بعمل حمايه تامينيه اذا فضل، لو الشخص ده توفى في حاله الوفاه. اما في الوقفيه البحته انا بعمل حمايه تامينيه لو الشخص ده فضل على قيد الايه الحياه. طب لو انا دمجت الاثنين، احنا قلنا ان الاثنين عكس بعض، اللي هي الوقفيه البحته والتامين المؤقت. طب لو انا دمجت الاثنين بنفس الوثيقه بنفس المده بنفس كل حاجه ومبلغ التامين، ده هتبقى ايه؟ هتبقى وثيقه اسمها ايه؟ وثيقه المختلطه. يبقى عرفنا ايه؟ لو انا دمجت الاثنين اللي هي الوقفيه البحته والمؤقته ودمجتهم مع بعض في نفس الوثيقه واللي هي بنفس المبلغ التامين ونفس المده، دي اسمها اللي هي وثيقه التامين الايه؟ المختلط. عرفنا الفرق، هو عرفنا التأمين المؤقت والتأمين الايه المختلط. هنيجي بعد كده اللي هي دفعات الحياة. هنا دفعات الحياة هي دفعة مجموعة مبالغ متساوية تدفع على فترات منتظمة. عندي هنا في دفعات عندي نوعين من الدفعات، دفعة متساوية ودفعة متغيرة. دفعة متساوية ان مبالغ التأمين بتكون ثابتة، يبقى انا عندي نوعين من الدفعات، دفعه ثابته ودفعه متغيره. الدفعه الثابته ان هنا الدفعات بتكون متساويه، او الاقساط او مبالغ التامين بتكون متساويه. اما في الدفعات المتغيره بتكون مبالغ التامين مختلفه او مش متساويه او غير متساويه. يبقى عرفنا الدفعات، انا عندي الدفعات نوعين، دفعات متساويه او دفعات ثابته ودفعات متغيره. الدفعات الثابته ان هي بتكون دفعات بتكون مبالغ التامين بتاعتها متساويه. اما في الدفعات المتغيره بتكون مبالغ التامين ايه؟ غير متساويه او بتكون متغيره. هنيجي للوثيقه، وقلنا ان الوثيقه دي هي عقد بيتعهد المؤمن بمقتضاه على دفع مبلغ منتظم للمستفيد بشرط ان تكون على قيد الايه؟ على قيد الحياه. يبقى هنا دفعات الحياة دي ان انا بعمل، او الوثيقة دي قلنا ان هو عقد بيتعهد المؤمن بمقتضاه على دفع مبلغ منتظم، ان انا بدفع مبلغ ايه منتظم للمستفيد بشرط ان بيكون على قيد الايه؟ على قيد الحياة. لو احنا بقى ايه زي ما احنا كده اخدنا، لو احنا نراجع مع بعض من اول ما بدأنا واخدنا، و عاوزه ان انتوا تعرفوا ان تامينات الاشخاص هي مهمه جدا، او ان انا بعمل حمايه تامينيه، احنا لازم نكون مع بعض ان انا بعمل حمايه تامينيه وفي تامينات الاشخاص حمايه تامينيه، لان احنا زي ما احنا اتفقنا ان تامينات الاشخاص ان انا ما بعرفش ان انا اعوض الشخص ده، ما بيتعوضش لو هو توفى او هو مثلا حصل له عجز، او حصل له عجز طبعا انا ما بقدرش ان انا اعوضه، فانا بعمل له حمايه تامينيه. حمايه تامينيه ليه؟ مصدر الدخل بتاعي او فقد الدخل بتاعي، فانا اقدر ان انا اعمل له حمايه تامينيه. اما في التامينات الممتلكات انا بعمل له حمايه تامينيه وبعوضه تعويض، تعويض ان انا ايه لو حصل مثلا حريه، حصل سطو، حصل كده بعمل تعويض. واتكلمنا ولازم تكونوا عارفين ان هنا انواع التامينات او انواع الوثائق، زي ما قلنا ان هي تامينات ممتلكات وتامينات اشخاص. فهنا في التامينات الاشخاص اللي احنا بناخدها النهارده، تامينات الاشخاص هم نوعين من التامينات، اللي هي تامين هنا تامينات الاشخاص بتنقسم الى نوعين، اللي هو فردي وجماعي. الفردي ده اللي هو الشعبي والعادي، الشعبي والعادي. فاحنا بناخد اللي هو العادي ده بينقسم الى ثلاث حاجات، الحياة والوفاة واللي هو المختلط. طب لو احنا فاكرين بقى مع بعض ان احنا خدنا اهو، احنا خدنا الوثيقة لو انا قلت الوثيقة التأمين المؤقت دي تخص حال ايه او تخص ايه؟ تخص الشخص لو هو توفى، فانا بعمل انا مثلا رايحة اعمل وثيقة لو انا توفيت، يبقى انا هنا المستفيدين ياخدوا مني مبلغ التأمين. طب يبقى دي اسمها وثيقة الايه؟ التأمين المؤقت. طب لو انا الشخص ده انا هامن على ان انا هفضل عايش وهفضل ان انا لمدة التأمين ان انا على قيد الحياة، فهنا بيأمن على قيد الحياة، فهي دي اسمها الوقفية البحتة، ان انا بعمل وقفية بحتة اسمها وثيقة الوقفية البحتة، اقدر ان انا بيأمني على بقائي على قيد الحياة. لو انا دمجت الاثنين مع بعض يبقى دي اسمها تامين الايه؟ تامين المختلط.
طيب لو احنا برضك نفتكر مع بعض، اخدنا الاخطار اللي بتهدد الاشخاص ذوي الدخل، قلنا ان الاخطار دي هم 4، اللي هي الوفاة والعجز والشيخوخة، والشيخوخة ورابع حاجة اللي هو طول العمر حتى نفاذ، طول العمر حتى نفاذ الايه، طول العمر حتى نفاذ الايه، المال. واتكلمنا برضك لو احنا فاكرين برضك ان احنا قلنا ان الوثائق اللي بتغطي الخسائر، الوثائق اللي بتغطي الخسائر اللي بتؤدي الى حال الوفاة، قلنا اللي هي المؤقت ومدى الحياة. طب وقلنا اللي هنا الوثائق اللي بتغطي الخسائر اللي هي مترتبة على حال الحياة، اللي هي الوقفية البحتة ودفعات الحياة. وللأسف هنا حلقتنا انتهت، وأشوفكم على خير، وأتمنى لكم التوفيق، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.